أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مؤخرا سلسلة من الفعاليات الناجحة بمملكة البحرين كمهرجان الطعام والذي سجل أكثر من 175 ألف زائر وفعالية ذهب الملامة والتي تحدث لأول مرة في مملكة البحرين إضافة إلى العديد من الفعاليات التي أعلنت عنها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الصيرفي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. مساء الخير أستاذة فاطمة. طبعا مجموعة من الفعاليات الرمضانية تطلقها وتدعمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، لو نتحدث عنها بالتفصيل لو سمحتي. مساكم الله بالخير وأشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة. طبعا هيئة البحرين للسياحة والمعارض أطلقت عدة فعاليات في رمضان، وبدت الهيئة بإطلاق حملة ترويجية رقمية تشمل البحرين ودول مجلس التعاون كذلك. للتعريف بالفعاليات في البحرين خلال هذا الشهر، سواء اللي تنظمها الهيئة أو الفعاليات الخاصة بالقطاع الخاص. بالنسبة للفعاليات اللي أطلقتها الهيئة في رمضان، الهيئة واصلت على الفعاليات السابقة اللي تم الإعلان عنها قبل رمضان، مثل ذهب المنامة في سوق المنامة اللي راح تكون فيها عدة فعاليات، مثل فعالية القرقعون في منطقة باب البحرين في تاريخ 14 و15، وراح تتخلل هذه الفعالية عدد من العروض مثل عروض الفرق الشعبية والمعرض الرقمي اللي يعكس تاريخ وأهمية الذهب البحريني. وأيضا راح تكون هناك فعالية نطقها لأول مرة في يوم 16 اللي هي عبارة عن عرض الأزياء الشعبية والذهب البحريني في مجمع باب البحرين. أستاذة فاطمة، لو نتكلم عن مدى تفاعل وإقبال طبعا الجمهور والزوار عليها، على هذه الفعاليات التي تأتي استكمالا لسلسلة كبيرة من الفعاليات طبعا اللي شهدناها قبل رمضان، ومثل مهرجان الطعام وطبعا كما ذكرتي ذهب الملامة. تم إطلاق النسخة السادسة من مهرجان الطعام مؤخرا، وبالفعل هذه النسخة كانت من أنجح النسخ اللي تم إطلاقها. استضافنا أكثر من 175 ألف زائر على مدى 16 يوم، وشاركوا معنا ما يقارب 120 مطعم بزيادة وصلت إلى 32% في عدد المشاركين مقارنة بعام 2020. أما بالنسبة لمهرجان ذهب المنامة اللي من شأنه يروج لتاريخ الذهب البحريني العريق من خلال طابع سياحي وثقافي، ويهدف أيضا إلى تنشيط الحركة التجارية في سوق المنامة بشكل عام، بالفعل أظهرت النتائج الإيجابية لهذا المهرجان، وصار في تطور كبير في نسبة المبيعات لدى تجار الذهب المشاركين في المهرجان بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق. نعم أستاذة فاطمة، يعني نتحدث اليوم، أنتم أطلقتم موقع calendar.ph، أوكي، هذه يعني هذه الرزنامة أو هذه الأجندة التي وضعتها الهيئة، ما كيف سوف تفيد أو تفيد السياح وتخدمهم في حال وصولهم إلى مملكة البحرين، سواء حتى من داخل مملكة البحرين؟ طبعا موقع calendar.ph يعتبر مبادرة أطلقتها الهيئة للسائح، وتعتبر منصة متكاملة لجميع الفعاليات اللي موجودة في مملكة البحرين على مدار العام، مما يسهل للمواطن والمقيم والزائر للوصول لهذه المعلومات عن الفعاليات بكل سهولة. وهذه المبادرة حاليا موجودة عندنا عبر الموقع الإلكتروني ومنصات قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة. أستاذة فاطمة الصيرفي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، شكرا جزيلا لك.